كان هذا عزف النشيد الوطني كما سبق الذكر في انتظار انطلاق المباراة. كنتمنى من كل الإخوان أنهم يعطيونا بشكل تعليق الأجواء اللي كتسبق المباراة من جودة ديال النقل. دائما في انتظار تعليق ديال الإخوان. تحية خاصة لكل المتتبعين الكرام داخل وخارج المملكة المغربية. المباراة غتجرى في إطار الروح الرياضية. بطبيعة الحال مباراة مهمة لفريق عمل بالقصري، والهدف هو تحقيق نتيجة الفوز لأجل الاستمرار في الصبورة ديال الترتيب. لحدود الساعة فريق عمل بالقصري كيحتل الصدارة مبتعد بنقطتين على المطاردين المباشرين. صورة تذكاري لطاقم التحكيم ديال هذه المباراة مع عميد فريق ديال نادي عمل بالقصري حمود اليعقوبي، وأيضا عميد فريق جمعية التكوين المهني. البارطاج الإخوان اللي دخل يبارطاجي المباراة، اللي دخل يبارطاجي المباراة باش تبقى المباراة في أحسن حلة ديالها. الالترا حاضره من ارضيه الملعب البلدي باش تقوم بالدور ديالها ايضا في تشجيع فريق عمل بالقصري. وشكر خاص لكل الجماهير التي حجت لاجل متابعه هذا اللقاء الشيق والمباشر الممزوج باحتفالات مدينه شباب القصري ببعض الولي احتفالا بالولي الصالح ديال المدينه اللي كي دائما تحتفي به بشكل رسمي. صورة تذكارية للاعبي فريق عمل بالقصري في انتظار انطلاق المباراة اللي غتنطلق في تمام الساعة الرابعة. التشكيلة الرسمية اللي داخلة لهذه المباراة. دائما نسعى من خلال النقل المباشر تقديم وسط إعلامية وإعطاء صورة مشرفة لفريق عمل بالقصري في مشوار البطولة ديالو اللي كتمنوا له مسار جيد في كل المباريات اللي كيخوضها سواء داخل الميدان أو خارج الميدان. ولحدود الساعة كنذكروا بأن فريق عمل بالقصري في الرصيد ديالو 6 ديال أو 5 ديال الانتصارات مقابل تعادل واحد دون احتساب المباراة الأخيرة عن هذه المجموعة. البادرة غتكون لصالح فريق عمل بالقصري. خص لحظات قليلة ويستعد حكم المباراة لإعطاء انطلاق الأطوار الجولة الأولى. الانطلاقة ستكون لصالح الفريق المحلي فريق عمل بالقصري اللي دائما كنتظروا أنه يقدم لنا طبق كروي جيد يسعى لطموحات الجماهير الحاضرة. ولأجل دائما ونذكر تعزيز الصدارة. مباراة ما غتكونش سهلة على الفرق بجوج، وخاصة أن الفرق كيلعبوا كرة حديثة. الكرة انطلاق الفريق عمل بالقصري في اتجاه حمود اليعقوبي، هذه ركنية أولى الركنيات في المباراة، ركنية لفائدة فريق عمل بالقصري. ربما غادي يتغطى منذ الدقائق الأولى لأجل الوصول لمرمى الفريق الزائر التكوين المهني. حمود اليعقوبي في التنفيذ أولى الركنيات في الدقيقة الأولى. حمود اليعقوبي يستعد ينفذ، كينفذ الركنية دائرية فوق المرمى. مشات الكرة فوق المرمى بسنتيمترات قليلة على القائم الأفقي. كانت ضربة رأسية لفائدة سمير آيت طالب، سمير لابا هداف الفريق ديال نادي عمل بقصري برصيد 3 ديال الأهداف لحدود الساعة.
سقط حمودة اليعقوبي الأرض يعاني من الإصابة. لا عفوا ماشي حمودة اليعقوبي، باقي ما عرفناش اللاعب اللي سقط الأرض. تغيير، ربما تغيير مع في الدقيقة الأولى، تغيير اضطراري منذ الدقيقة الأولى. إصابة أحد اللاعبين ديال نادي عمر القصري على إثر الارتطام القوي مع مدافع فريق قدس، أو عفوا التكوين المهني. تغيير اللاعب أو مدرب أو طبيب فريق يطالب بتغيير اللاعب، ربما إصابة بالغة. زهير الدحماني هو اللاعب المصاب، ربما اللي غادي يعوضه هو اللاعب نحيلة. النحيلة هو اللاعب اللي غادي يدخل مكان زهير الدحماني اللي تصاب على مستوى الرأس إصابة. إصابة مدافع فريق عمل بالقصري اللي غيتعوض طبيب الفريق. شفنا في إشارة لمدرب الفريق يطالب بتعويض اللاعب. تغيير ربما غيكون اضطراري، كتمنوا أن اللاعب يقوم يواصل المباراة. تنفذت الضربة مرمى لفائدة التكوين المهني. ضاعت الشرطة لفائدة باقي الفريق الزائر. الشرطة فريق عمل بالقصري كيلعب منقوص العدد بعد إصابة زهير. نفذ الشرطة، كيدخل العزوزي في وسط الميدان، بقى كرة عند الفريق الزائر. مشات الشرط لفائدة فريق عمل بالقصري. الشرط الجانبي من الجهة اليسرى، غينفذ اللاعب العزوزي. نفذ الشرط طويل في اتجاه سمير لابا. شرط اخر لفائدة المحليين. مازال ما عرفناش القرار ديال طبيب الفريق، واش يقدر زهير يواصل المباراة ام لا، ولكن من خلال الإشارة كان طبيب الفريق كيطالب بتغيير لاعب زهير. تنفذ الشرطة عند سمير لابا، مشات عند لاعبين ديال جمعية التكوين المهني، رجعت عند باديارا، با عند لاعب الحجيوي، طويلة في اتجاه سمير لابا بالصدر ديالو عند اللاعب أيوب النائر. أيوب النائر في اتجاه العزوزي، طويلة كيدخل الدفاع يبعد الخطورة. مرة أخرى باديارا، باقى الكرة كتشكل طابع الخطورة. الضغط لفائدة فريق عمل القصري وكيلعب منقوص العدد. رجعت الكرة في وسط الميدان عند لاعبين ديال التكوين المهني. حملة مضادة، هذه حملة خطيرة مضادة لفائدة جمعية التكوين المهني. ما خرجتش كرة للشرطة، وشرطة لفائدة الفريق الزائر جمعية التكوين المهني. الشرط كيتنفذ لفائدة التكوين المهني في مربع العمليات عند لاعب رقم 10. كتقذف، كيدخل اللاعب ياسين شهيب، كيبعد الخطورة. باقى الكرة عند فريق التكوين المهني، وكيرجع الشرطة لفائدة المحليين. كيرجع الشرطة لفائدة فريق عمل بالقصري. تشجيعات متواصلة للالتراس. مباراة ما غتكونش سهلة على الفرق بجوج، وخاصة أن فريق التكوين المهني دائما ما كيلعب الند للند. الحكم معلش على ضربة خطأ، رجعت عند الدفاعات ديال فريق الزائر، الوراء عند الحارس. الحارس كيلعبها جانبية. باقى الكرة عند فريق جمعية التكوين المهني. ارتباك ديال الدفاع. كرة في وسط الميدان، معاد خرجان، ياسين شهيب. ياسين شهيب، ضاعت على ياسين شهيب مرة كرة المعاد خرجان، ولكن ما تمكنش من الكرة. رجعت عند الفريق الزائر التكوين المهني. راوغ اللاعب ديال التكوين المهني. وشرطة، شرطة لفائدة الزوار. كنلعبوا الدقيقة السادسة على انطلاق الجولة الأولى. دائما صفر لمثله بين الفريقين، نتيجة متعادلة. لازال اللاعب زهير الدحماني كيتلقى الإسعافات من بعد الاصطدام ديالو مع المدافع ديال جمعية التكوين المهني. إصابة على مستوى الرأس، ربما كتستدعي الرتق ديال الإصابة ديال اللاعب أو المدافع زهير. الشرط كيتنفذ طويل، باقى الكرة كتكتسي طابع الخطورة.
ما تمكنش منها المهاجم ديال الفريق الزائر قد قويه كتمشي جانبيه جانبيه لفائده ضربه مرمى لفائده فريق عمل بالقصيري. غيدخل اللاعب زهير بالرغم من الاصابه غيواصل المباراه. هذا تعبير عن الحب ديال الفريق وعن التضحيه في سبيل القميص. غيدخل اللاعب زهير من بعد ما تلقى الاسعافات الاوليه. كيرجع اللاعب زهير لاجل تامين دفاع عمل بالقصيري اللي خمسه ديال الدقائق هو كيلعب منقوص العدد. كنعرفوا القيمه ديال اللاعب زهير المدافع زهير في قطب الدفاع دون التقليل من القيمه ديال باقي اللاعبين. تقدفات طويله في اتجاه سمير لاباب الصدر عند لاعب حمود اليعقوبي والشرود. الحكم كان على شرود لفائده الفريق الزائر فريق التكوين المهني. تنفذ الشرود جانبي. كيدخل اللاعب حمزه صاروخ بالراس موعد خرجان مره اخرى. حمزه جانبيه. حمزه كيلعبها طويله في اتجاه سمير لابا بالصدر. رجعت عند ايوب النائر ما كاينش خطا. كره عند الزوار هذه كره محاوله لفائده الفريق الزائر جانبيه. رجعت الثقه اللاعبين ديال التكوين المهني. كتضيع كتدخل الصاروخ كيبعد الخطوره. الحكم كيعطي ضربه خطا لفائده اللاعب رقم 8 ديال التكوين المهني من بعد التدخل ديال حمود اليعقوبي. ضربه خطا لفائده الفريق الزائر في منتصف الملعب. دائما نذكر بالنتيجه 0 لمثله بين الفريقين. تقدفت ضربه خطا مباشره كتمشي فوق المرمى 5.50 متر. لا زالت الجماهير تتوفد بكثافه لاجل متابعه اطوار هذا اللقاء الهام والمباشر من ارضيه الملعب البلدي لمدينه مشرع بالقصيري. زهير دائما ننتظر استفاقه اللاعبين ديال فريق عمل بالقصيري. الحجيوي مطريتين اللاعبين ديال فريق عمل بالقصيري في تنفيذ الهجمات ربما لاجل قراءه الخصم جيدا وعدم التسرع في تنفيذ كل العمليات. مباراه كنعرفوا القيمه ديال الاطار التقني السي محمد القرقوري ولا الاطار السي عاطف اللي كتعتبر مدرب فريق ديال التكوين المهني حموده اليعقوبي. حموده عند موعد خرجان. موعد خرجان لعند زهير. زهير جانبيه في اتجاه اللاعب العزوزي. العزوزي ضعت وضربه مرمى 5.50 متر. تحية متبادلة لكل العشاق ديال الفريق البرتقالي فريق عمل بالقصيري اللي كيخوض هذا النزال عند الدورة السابعة من بطولة القسم الوطني. الأول هو شطر الشمال اللي كتبقى هذه المباراة آخر مباراة عن هذا الشطر من بعد إجراء كل المباريات عن هذه المجموعة اللي عرفت مجموعة انتصارات خارج الميدان اللي خلت فريق اتحاد يعقوب المنصور وفريق أبي الجعد كيرجعوا لاجل المطارده لحدود الساعه. فريق عمل بالقصيري كيحتل المرتبه الاولى دون احتساب النتيجه ديال هذه المباراه اللي كنلعبوها عن الدوره السابعه. ضربه خطا لفائده التكوين المهني قريبه شيئا ما من مربع العمليات ديال اسماعيل الصياد. كما سبقت وقلت ان فريق التكوين المهني دائما ما كيلعب الند للند مع فريق عمل بالقصيري. كل المباريات كتعرف القوه ديال هذا الفريق. والسي محمد القرقوري عارف القيمه ديال هذه المباراه. تقدفت الضربه خطا ومشات فوق المرمى 5.50 متر. ضربه مباشره من خارج مربع العمليات كتمشي فوق المرمى ديال الحارس اسماعيل الصياد اللي
ضربة مرمى. توجيهات ديال المدرب عاطف وايضا السي محمد القرقوري اللي على طيلة الاسبوع كيقوم بتدريب خاصة للاعبين. ربما ان القراءة ديال الخصم السي محمد القرقوري الاطار التقني خدا تصور على الخصم من خلال المباراة الملعوبة. الكرة عند باديارا با ما كاينش خطا، رجعت عند معاد خرجان في وسط الميدان بشكل جيد راوغ مجموعه ديال اللاعبين في اتجاه الحجوي. مشات قوية الشرطه، الشرطه لفائده الفريق الزائر. التكوين المهني كان لعبوا الدقيقه 11 على انطلاق الجوله الاولى، دائما النتيجه متعادله، النتيجه متعادله بين الفريقين. نتمنوا من كل الاخوان يبارطاجيو معنا المباراه، وتحيه متبادله لكل العشاق الرياضيين الكرام. شرط اخر لفائده الفريق الزائر، جمعيه التكوين المهني. اللاعبين ديال التكوين المهني كيتوفروا على بنيه جسمانيه قويه. شرط اخر لفائدة الفريق الزائر، التكوين المهني. اللاعب رقم ثلاثة في التنفيذ كينفذ جانبي التغطية ديال الحجيوي. باقا الكرة عند اللاعبين ديال التكوين المهني، كتدخل معاد خرجان ما كاينش خطأ. الحجيوي كيبعد الخطورة، مشات في وسط الميدان. هذه محاولة جميلة، أيوب النائر من بعد ما فقد اللاعب التوازن. هذه محاولة جميلة، باديارا كانت قذفة قوية من اللاعب باديارا، ولكن ما عرفتش الوجهه الحقيقيه ومشات بعيده شيئا ما على المرمى. كارتباك ديال المدافع ديال فريق التكوين المهني اللي فقد على اثر التوازن ديالو، ومشات الكره عند باديارا اللي من مسافه بعيده بغى يجرب الحظ ديالو، ولكن القذفه كانت مشات قويه. تنفذت ضربه مرمى لفائده فريق التكوين المهني. طويله تجاوزت منتصف الملعب، كتدخل زهير الدحماني. الصاروخ يبعد الخطوره في وسط الميدان، كترجع كره عند فريق التكوين المهني مره اخرى. الزهير بالرغم من الاصابه كتدخل بالراس الكره عند اللاعب الحجيوي. باديارا في وسط الميدان، الصراع على الميدان وسط الميدان. زهير كاين تمريرات بينيه جميله بين اللاعبين ديال فريق عمل بالقصري، لمسات فنيه مخدومه. الكره عند العزوزي او ايوب النائر، الوراء عند زهير. زهير يغير الكره عند الصاروخ. كاين تريث ديال اللاعبين ديال فريق عمل بالقصري. الصاروخ ينتظر المسانده. زهير مره اخرى جانبيه في الجهه اليسرى عند ياسين شهيب. ياسين شهيب كيلعبها طويله في العمق في اتجاه سمير لابا وشرود. الحكم رفع الرايه ديال شرود. نجح الدفاع ديال فريق التكوين المهني في الخطه ديال الشروط اللي كينهجم لاجل الحد من الهجمات ديال فريق عمل بالقصري، وربما يستشعر الخطر اللي كيجي من جهه سمير لابا وايضا من جهه الاختراقات الجانبيه. تنفذت الكره طويله، كتدخل اللاعب العزوزي مره اخرى في وسط الميدان عند فريق التكوين المهني. كتدخل معاد خرجان، باقا كره عند جمعيه التكوين المهني. كيدخل الحجيوي قطع الكره، كيلعبها عند ياسين شهيب. حمله مضاده لفائده فريق عمل بالقصري. المباراه تلعب بصراحه حموده اليعقوبي. حموده اليعقوبي ينتظر المسانده، كيتوغل كيدخل عند ياسين شهيب. قذفه وشرطه جانبي. قذفه ديال ياسين شهيب ما مشاتش بالقوه اللازمه. شرطه لفائده فريق عمل بالقصري. الشخصية ديال فريق عمل بالقصري كتبان من خلال اللمسات الفنية ديال اللاعبين والركنية الثانية، عفوا ركنية غينفذها حمودي اليعقوبي مقوصة في معترك مربع العمليات، وما لقاتش الرأسية ديال باديارا. باقا حملة كتكتسي طبعا الخطورة. ياسين شهيب كيقذفها طويلة وكيدخل الحارس. الحارس كيقطع الكرة اللي كانت طويلة في العمق في اتجاه الرأسية ديال سمير ايت طالب. الحارس كيقطع الكرة. هدف مبكر، ربما انه يعطينا مباراة مفتوحة، وربما يخرج الفريق ديال التكوين الدفاع المهني من التكتل الدفاعي. الشرطة ديال سمير ايت طالب لابا.
سمير شرط لفائدة الفريق الزائر تنفذ بسرعة كيمشي مباشرة لعند الحارس اسماعيل صياد. الحدود الساعة اسماعيل صياد في اريحية مازال ما تلقاش اي كرة على غرار فريق عمر بالقصري اللي قام بثلاثة ديال المحاولات كانت سانحة للتسجيل ولكن ما عرفاتش الوجهة ديالها الصوب المرمى ديال الفريق الزائر ارجعت للوراء عند اللاعب زهير. زهير كنشكروه بالرغم من الاصابة ديالو حاضر لاجل تامين الدفاع ديال فريق عمل بقصري. حمود اليعقوبي الحجيوي محتفظ بالكرة عند زهير. زهير ضاعت على اللاعب زهير. دخل ياسين شهيب ما كاينش خطأ. ياسين شهيب كيلعبها جانبية عند اللاعب العزوزي. العزوزي طويلة في العمق في اتجاه سمير لابا ومشات كان سوء تفاهم بين سمير لابا و باديارا. مشات الكرة عند حارس أحد اللاعبين سقط الأرض. مشات الكرة عند باديارا باقي اللاعب سقط الأرض. حمود اليعقوبي كيستعد يراوغ. حمود اليعقوبي الحكم ما عطاش ضربة خطأ لفائدة حمود اليعقوبي. حملة مضادة كيخرج إسماعيل الصياد ما كاينش خطورة. رجعت لعند اللاعب زهير الدحماني. المباراة تلعب بسرعة كبيرة لا من الفريقين جوج كينهجوا ضربة خطأ. ضربة خطأ من بعد إسقاط اللاعب سمير أيت الطالب لابا وراء الكرة. كل من لاعب الحجيوي وياسين شهيب أحد اللاعبين هو اللي غادي يقذف هذه الضربة خطأ المباشرة القريبة من معترك مربع العملية ديال الفريق الزائر جمعية التكوين المهني. من بعد كان التوغل ديال اللاعب ياسين شهيب اللي تعرض لعرقلة او سمير ايت طالب عفوا. الجدار ديال الصد كيتكون وراء الكرة ثلاثة ديال اللاعبين ياسين شهيب او لاعبين والحجيوي. ربما النتيجة كنذكروا بالنتيجة 0-2 بين الفريقين وحنا كنلعبوا الدقيقة 17 على انطلاق الجولة الأولى. دائما النتيجة متعادلة. ضربة خطأ وراء الكرة اللاعب ياسين شهيب ربما غتكون مباشرة صوب الشباك. قذفة قوية عفوا اعتقدنا معها أن الكرة غادي تكون مباشرة ولكن تمرات الحكم يطلب تغيير الكرة. الحكم يطلب تغيير الكرة. عفوا كنعتذروا الإخوان اللقطة الأخيرة ربما ما مشيناش معها من السرعة باش نفذت العملية. كنعتذروا من الإخوان نحاول جاهدين لاجل ان يرقى النقل لمستوى التطلعات. هذه محاوله جميله حمود اليعقوبي. حمود اليعقوبي القذفه ديالو ما مشاتش بالشكل المطلوب لعند سمير ايت طالب ورجع شرط لفائده التكوين المهني. كانت حمله جميله لفائده فريق عمل بقصري. التوغل ديال حمود اليعقوبي اللي قذف كره للاعب سمير ايت طالب ولكن ما مشاتش بشكل قوي وضعت محاولة جميلة. ضربة خطأ لفائدة الحجيوي. كندافع شكرا لكل الإخوان اللي كيساعدونا في النقل المباشر عن طريق تمرير النتيجة والتوقيت. زهير ياسين شهيب. ياسين شهيب محتفظ بالكرة في وسط الميدان كيلعبها في اتجاه الصاروخ عند اللاعب الحجيوي. التريوت طويلة عند سمير لابا بالرأس. هذه محاولة والحارس. مجموعة ديال المحاولات المسترسلة اللي كتمنوا من إحداها غتعرف الجهة صوب الشباك ديال فريق الزائر التكوين المهني. كتمنوا من هذه الحملات أن تكلل بتسجيل هدف اللي من شأنه أنه إربك الحسابات ديال الإطار التقني. السيد عاطف كرة في وسط الميدان عند باديارا. معاد خرجان. زهير مشات الكرة عند العزوزي طويلة في اتجاه النائر. النائر الدفاع كيدخل كيقطع الكرة طويلة أيضا. صاروخ لعند زهير.
بشكل جميل. زهير عند الصاروخ، البناء من الوراء، الصاروخ موعد خرجان، موعد خرجان عند الصاروخ، تريث في وسط الميدان. ياسين شهيب، ياسين شهيب ينتظر المساندة. حمودة اليعقوبي، حمودة اليعقوبي راوغ تمريرة طويلة عند سمير لابا. هذه محاولة ركنية، ركنية، ركنية ثالثة لفائدة فريق عمل بالقصيري، الركنية الثالثة، الركنية الثالثة. ربما أن اللاعبين كيطالبوا بضرب جزاء وربما كانت لمسة يد. الركنية الثالثة، دائما حمود اليعقوبي في التنفيذ، كيقذفها طويلة والحارس كان هو سيد الموقف. كيقذف الحارس، كتجاوز منتصف الملعب العزوزي عند النائر جانبية ياسين شهيب عند سمير وشرود. الحكم رافع الراية ديال التسلل معلنا على شرود ديال سمير ايت طالب. كتمنوا لاعب سمير ايت طالب انه ينتبه شيئا ما، لان الفريق الزائر كينهج الخطه ديال الشرود الحدود الساعه. نجح للحد من الحملات المسترسله طويله، كتدخل زهير، هذه حمله الحجيوي، رجعت في وسط الميدان عند سمير ايت طالب بالراس، كترجع عند الدفاعات ديال الفريق الزائر. جانبيه، هذه محاوله جانبيه لفائده الفريق الزائر، محاوله خطيره، تقطف طويله في العمق بالراس، مشات 5 متر و50. دائما النتيجه متعادله بين الفريقين، فريق عمل بالقصري وفريق التكوين المهني. كلعبوا الدقيقه 20 على انطلاق الجوله الاولى. كنتمنوا من كل، كنتمنوا ان هذا المباراه تعرف نتيجه ايجابيه لفائده الفريق ديالنا، فريق عمل بالقصري، لان هناك حضور جماهيري قوي وايضا متابعه كبيره لهذا الفريق، وخاصه انه كيبسم على مستوى جيد منذ انطلاق اطوار هذه البطوله. 5 ديال الانتصارات مقابل تعادل. حمود اليعقوبي كتحصل على ضربه خطا، ضربه خطا لفائده فريق عمل بالقصري. الصاروخ ينفذ، تلعبات حمود اليعقوبي لعند زهير، زهير كيلعبها جانبيه عند النائر، الوراء عند زهير، سهير في اتجاه اللاعب الحجيوي، جانبي عند حمود اليعقوبي، ربما غادي راوغ، راوغ وضربة خطأ. شكل جميل حمود اليعقوبي، خص الحكم يخرج الأوراق الصفراء. ضربة ضربة خطأ جانبية، كانت مراوغة ديال حمود اليعقوبي والتدخل ديال الظهير الأيمن ديال فريق التكوين المهني اللي عرقل حمود اليعقوبي. ربما كان الحكم يخرج ورق صفراء، لأن عرقلة كانت واضحة وكانت قطعت الهجمة. حمود اليعقوبي دائما وراء الكرة مع اللعب الحجيوي، اتقذفات أرضية عند النائر، هذه محاولة صاروخ وركنية، الركنية الرابعة، الركنية الرابعة لفائدة فريق عمل بالقصري. 4 ديال الركنيات كتأكد. الربعة ديال الركنيات كيأكدوا العزم ديال فريق عمل بالقصري أجل الوصول لمرمى الفريق الخصم. الحكم يوقف المباراة، سقوط الحارس اللي تظاهر بالسقوط، ربما كان بغي يوهم الحكم باش اللاعب باديارا، ولكن الحكم يوجه ورقة صفراء الباديارا. كنتمنوا أن اللاعبين ديال فريق عمل بالقصري ما يتلقاوش مثل هذه البطاقات، لانها دائما ما تربك حسابات المدرب
ديال الفريق مع غياب اي لاعب عن التشكيله الرسميه. حمود اليعقوبي معليش ما كانتش مقصوده معليش. حمود اليعقوبي الركنيه الرابعه. كنتمناو تسجل هاد تعطينا هدف هذه المحاولة الرابعة. تقدفات الركنية كتدخل الدفاع باقي الكرة عند المدافعين بعدوا الخطورة إبعاد الخطورة بشكل كلي وشرط آخر لفائدة الفريق الزائر التكوين المهني. هنيئا لفريق عمل بالقصير بهذا الجمهور الجميل اللي كيحج بكثافه وربما هو جمهور نمبر 1 على صعيد البطوله ديال عصبه الهوات، لا من خلال طريقه التشجيع ولا من خلال الحضور المتميز. هذه حمله الحجيوي كيقطع الكره. كان سوء تفاهم، كان سوء تفاهم بين اللاعب الحجيوي والحارس مال صياد. كان تعطي خطوره لفائده الفريق الزائر. يجب عدم الثقة، ما خصش اللاعبين يثقوا بحال هاد الكرة، خصها تخرج الركنية. كان سوء تفاهم بين اللاعب الحجي والحارس اللي انقض المرمى ديالو من هدف محقق لفائدة ألف الزوار. ركنية التقدفات مقوسة تدخل اللاعب العزوزي سمير لابا. مشات الكرة شرطة لفائدة فريق عمل بالقصري. خاصة فريق عمل بالقصري يضغط توجيهات ديال السي محمد القرقوري. كنقول لكم كل الحيثيات اللي كتطبع هذا النزال. شرط اخر وتحيه متبادله لكل المتابعين الكرام في كل المدن المغربيه، عشاق فريق عمل بالقصري وعشاق دوري الهوات اللي بدا كيعطينا مباريات جميله وكيقدم لنا دائما طبق كروي جميل. دائما ما كنستمتعوا بالاداء وباللمسات الفنيه وخاصه للفرق اللي كتساعد فريق عمل بالقصري في اجراء مباراه جيده. هذه محاوله معاذ خرجان، معاذ خرجان كيتوغل وضاعت الدفاع كيتدخل. ما كاينش خطا، باقى الكره عند فريق التكوين المهني وزهير كيمنح ضربه خطا لفائده لاعب وسط ميدان ديال الفريق الزائر التكوين المهني. كثرة سقوط اللاعبين ديال فريق التكوين المهني ربما لاجل تكسير الريتم ديال المباراه وللحد من حماسه مهاجمي فريق عمل بالقصري اللي دائما كتمناو انهم يوصلوا وينجحوا للوصول لمرمى فريق الخصم واهداء هدف قد يبعثر حسابات المدرب السيد عاطف. تحية خاصة للجماهير الحاضرة، لكل عشاق الفريق البرتقالي فريق عمل بالقصري. فريق عمل بالقصري صاحب التاريخ اللي دائما بين الفينة والأخرى. نذكر أنه تأسس سنة 1947. نعتز ونفتخر بمسار هذا الفريق لأنه سبق ولعب لسنوات في قسم الصفوة وما المباريات اللي كتلعب والمواسم الا تاكيد على استرجاع امجاد النادي وتسلق المراتب والرجوع للمكان المالوف لهذا النادي العريق. مشات الكره عند اسماعيل الصياد، تلعبات الكره عند حمود اليعقوبي اللي كيرجع بين الفينة والاخرى لاجل مسانده الدفاع. الصاروخ كيلعبها طويله جانبيه في اتجاه ايوب النائر. الدفاع كيرجع كرة الحارس. مشات كرة جانبية عند الزوار من جهة اليمنى. باقي محتفظين بالكرة. التغطية ديال اللاعب العزوزي وركنية أولى للزوار مقابل أربعة ديال الركنية لفائدة فريق عمل بقصري. قبل قليل كان حوار مع مدرب فريق جمعية التكوين المهني، حوار
خاص اللي كيأكد من خلاله انه كيحترم الفريق ديالنا فريق عمل القصري. و قطفات الركنيه، محاوله ابعاد الكره من طرف ايوب النائر، رجعت لعند باديار، هذه حمله مضاده مشات قويه لعند الحارس ديال فريق التكوين المهني. كنلعبوا الدقيقه 27 على انطلاق الجوله الاولى، دائما النتيجه متعادله بين الفريقين صفر لمثله. في انتظار المحاوله ديال التهديف واللي تحمل الجديد واللي تعطينا طبق كروي جميل من فوق ارضيه الملعب البلدي لمدينه مشرع بالقصري، اللي الفريق ديالها كيبصم على موسم ومواسم جيده. عفوا ياسين شهيب، ياسين شهيب محتفظ بالكره لعند حموده اليعقوبي دائما، وضربه خطا عرقله، الحكم كيوجه انذار شفوي اللاعب اللي عرقل حموده اليعقوبي. مجموعه ديال التدخلات في حق حموده اليعقوبي الظهير الايمن ديال الفريق المحلي. الصاروخ غينفذ الضربه خطا ارضيه عند ايوب النائر، كيدخل الدفاع كيقطع الكره، شرط لفائده الزوار. مباراه تجرى تحت صرامه تقنيه لكلا المدربين. كنعرفوا القيمه ديال فريق التكوين المهني اللي دائما كيلعب الند للند بالملعب البلدي بمدينه مشرع بالقصري، كيعرفوا القوه ديال الفريق المحلي. تلعبات طويله في اتجاه حموده اليعقوبي، محاوله مسترسله وشرط لفائده الفريق ديال عمل بالقصري. الوراء عند الحجيوي، الحجيوي طويله في العمق في اتجاه سمير لابا، كيخرج حارس، هذه هدف يا سلام. ضربه راسيه ما مشاتش بعيد على القائم، والحارس او الحكم كيعطي ضربه خطا لفائده الحارس. راه الاخوان احنا دائما كنعطيو النتيجه والتوقيت، لا داعي لذكر النتيجه والتوقيت في كل حين. راه الاخوان كيمروها في شكل تعاليق، النتيجه متعادله، وربما كيكون هناك بعض الملل والرتابه في ذكر النتيجه والتوقيت بين حين واخر. نتمنى من الاخوان انهم يمروها على شكل تعاليق باش نستطيعوا ان نواصلوا المباراه. كل اخ طلع معنا في البث المباشر يمرر للاخوان الاخرين للتحقوا. مباراه متوقفه مره اخرى، مباراه متوقفه. التقدفات، الضربه خطا لفائده الزوار. نقترب من نصف الساعة الأولى من الجولة الأولى، موعد خرجان دائما النتيجة متعادلة. باديارا للوراء عند زهير الدحماني، زهير عند اللاعب الناير ما تمكنش من الكرة، رجعت كرة ياسين شهيب، ياسين شهيب لعند زهير، زهير لعند الصاروخ، الصاروخ في اتجاه الحجيوي. باديارا الحجيوي ثنائيه جميله، كيدخل الدفاع وكيخرج الكره للشرطه. شكر خاص لكل الاخوان اللي كيساعدونا في النقل ديال الاطوار ومجريات هذا النزال عبر تمرير النتيجه والتوقيت. تنفذ الشرطه طويل الحجيوي في اتجاه الدفاع ديال فريق التكوين المهني، تبعدات الخطوره. زهير موعد خرجان ضاعت، موعد خرجان مرة أخرى. ياسين شهيب في وسط الميدان، مشات الكرة، الدفاع كيدخل مرة أخرى. با ديارة، با با محتفظ بالكرة، كيلعب الكرة عند الصاروخ، الصاروخ ربما كيلعب أرضية عند ياسين شهيب. قطفة قوية عند سمير أيت طالب، أيوب النائر، هذه قطفة والحارس بصعوبة كيبعد خطورة. قطفة قوية ديال أيوب النائر، والحارس بصعوبة بالغة ينقذ المرمى من هدف كان محقق. القطفة اللي كانت متوجهة للقائم الأيمن، غينفذ لاعب ياسين شهيب الركنية الخامسة.
مقوسة والحارس بكل أريحية كيلتقط الكرة. قد فكانت قوية ديال لاعب ياسين شهيب، خمسة ديال الركنيات للفريق المحلي مقابل ركنية واحدة للزوار. اتقدفت الكرة من طرف الحارس زوجة وسط الميدان، ضربة خطأ، ضربة خطأ من بعد كانت اللاعب او المهاجم ديال التكوين المهدي قدم القدم ديالو، كانت اصابة ديال الحجيوي اللي كيقوم يواصل المباراة. الصاروخ وراء الكرة، الصاروخ كيلعبها في وسط الميدان عند مواد خرجان عند زهير، مشات عند اللاعب العزوزي ياسين شهيب، رجعت الكرة عند الصاروخ. فريق عمل بقصر يتريث في بناء الهجمات دائما، تمريرات قصيرة بيني وبين اللاعبين في انتظار الهفوة الدفاعية وفي انتظار اللمسة الهجومية اللي تعطي الجديد لفائدة الفريق المحلي. مواد خرجان، هذه محاولة أيوب النائر، محاولة جميلة وكتمشي لعند الحارس، كتمشي الكرة لعند الحارس ديال الفريق التكوين المهني. لعبات جانبية طويلة، دخل الصاروخ ما تمكنش من الكرة، رجعت الكرة جانبية لفائدة الفريق الزائر فريق التكوين المهني. يجب قطع المحاولة، خاصة تقطع المحاولة، خاصة المحاولة تقطع على المهاجم. بدأ ذلك ما كان أن اللاعب الحجيوي تقدفات ومشات خارج المرمى. نجح اللاعب الحجيوي في التغطية ديال الجهة اليمنى لفريق جمعية التكوين المهني، كيقوم بحملة مضادة ولكن كيوجد أمامه دفاع مستميت اللي كيتكون من كل من لاعب زهير والصاروخ والحجيوي واللاعب المتوكل دون نسيان اللاعب النائر. رجعت الكرة عند الصاروخ، كانت ضغط على حامل الكرة من طرف لاعب الفريق التكوين المهني، ضربة خطأ، إسقاط أو عرقلة في حق اللاعب الحجيوي، ضربة خطأ. الحكم أو في انتظار إعطاء الأمتار القانونية. لعبات عند لاعب زهير جانبية، عند اللاعب العزوزي، عند لاعب زهير مرة أخرى. لعبات طويلة في اتجاه حمودة اليعقوبي، ما تمكنش من الكرة، كتمشي لعند الحارس. الكرة بقى عند الحارس ديال فريق التكوين المهني، كيقذف كتجاوز منتصف الملعب. زهير كيقطع الكرة بالرأس، كتمشي لعند اللاعب النائر، ينتظر المساندة العزوزي. أرضية عند ياسين شهيب وشرط لفائدة الفريق المحلي، فريق عمل بالقصيري. الشرطة تنفذ الشرطة جانبي، دخل الدفاع مرة أخرى، كرة شرطة لفائدة فريق عمل بالقصيري. رجعوا للمباراة، تنفذ الشرطة مرة أخرى، شرطة لفائدة فريق عمل بالقصيري. أصبح الفريق المحلي كيكتف المحاولة من الجهة اليسرى. سمير أتطالب لعند باديار، هذه حملة سمير أتطالب اتجاه الحجيوي، الحجيوي كيستعد يتوغل، دخل المعترك مربع لعملية الركنية، الركنية السادسة، الركنية السادسة. المدافع قطع الكرة ديال اللاعب الحجيوي اللي بسرعة فائقة دخل، ولكن المدافع قطع الكرة وخرج الركنية. تنفذت أرضية عند ياسين شهيب، حمودة اليعقوبي طويلة لعند زهير بالرأس ومشات لعند حارس مباشرة. دقيقة 40 على انطلاق الجولة الأولى، النتيجة متعادلة صفر لمثله بالفريقين. مشات محاولة جانبية لفائدة التكوين المهني، مراوغة جميلة، وهذه حملة،
حملة وكيدخل الحجيوي وكيعطي شرطة لفائدة الفريق الزائر التكوين المهني. كانت حملة كتكتسي طبعا الخطورة ولكن الدفاع ديال الفريق عمل بالقصير الناجح الحدود الساعة. ربما كيتريتوا اللاعبين ديال الفريق الزائر في تنفيذ الكرة لامتصاص حماسة لاعبي فريق عمل بالقصيري. باقي الكرة عند الفريق الزائر طويلة مشات وشرطة لفائدة الزوار. نقترب من نهاية الجولة الأولى على بعد 5 دقائق أو 4 دون احتساب الوقت بدل الضائع. دائما النتيجة متعادلة 0 لمثله بين الفريقين. تنفذ الشرطة الجانبي موعد خرجان كيدخل العزوزي الناير يبعد الخطورة في وسط الميدان عند فريق التكوين المهني. دائما محتفظين بالكرة اللاعبين ديال الفريق الزائر التكوين المهني. طويلة في العمق في اتجاه اسماعيل الصياد بالدور ديالو كيلعبها طويلة في اتجاه سمير ايت الطالب. سمير ايت الطالب وكتمشي مباشرة لعند الحارس. الكرة عند الفريق الزائر التكوين المهني تلعبات طويلة اتجاوزت وسط الميدان عند زهير. مرة أخرى عند اللاعبين ديال الفريق التكوين المهني شرطة جانبي. شوفوا الطريقة باش كيلعبوا الفريق ديال التكوين المهني كياخذوا كل الوقت. اتلعبات أرضية قطع الكرة موعد خرجان. موعد محتفظ بالكرة خص يطلق الكرة من الرجل ديالو عند باديارة في وسط الميدان. هذه حملة باديارة اتجاه حمودة اليعقوبي. هذه حملة جميلة حمودة اليعقوبي اقذفها وضربات في الدفاع ديال فريق التكوين المهني. موعد خرجان رجعت لعند الصاروخ حمودة اليعقوبي. حمودة ينتظر المساندة لعند الحجيوي. الحجيوي طويلة في اتجاه سمير لابا كتدخل الدفاع مشات لعند النائر. رجع كرة لعند ياسين شهيب الوراء عند زهير. زهير كيتوغل اقذفة قوية ما مشاتش بالشكل المطلوب ومشات خارج المرمى. 5 متر و50 مشات كرة خارج أرضية الملعب. الكرة عند فريق التكوين المهني تلعبات طويلة. زهير والحارس اسماعيل الصياد. كانت حملة لفائدة فريق التكوين المهني. هذه الكرة خص يخرجوا يتقطعوا خارج مربع العملية لأن الفريق الخصم كينهج الخطة ديال الضغط على حامل الكرة. الصاروخ كيلعبها أرضية عند ياسين. ياسين أرضية الحجيوي. الحجيوي مرة أخرى ضاعت على اللاعب الحجيوي. واخذ اللاعب كل الوقت الكافي. نقترب من نهاية الجولة الأولى. دائما النتيجة متعادلة بين الفريقين. تنفذ الشرطة با بالرأس مشات الكرة عند الدفاع ديال أو موعد خرجان. موعد خرجان عند اللاعب ياسين شهيب. ياسين عند موعد خرجان. موعد قذفة قوية ما مشاتش قوي مشات بشكل قوي مشات 5 متر و50. قذفات تجاوزت منتصف الملعب كيدخل الصاروخ. رجعت لعند حمودة اليعقوبي عند باديارة وضربة خطأ
كثرت التدخلات في حق حمود اليعقوبي. الحكم غيوجه ورقه صفراء اللاعب رقم 8 اللي كثر من التدخلات في حق حمود اليعقوبي. ورقه لكل فريق، 6 ديال الركنيات لفائده فريق عمل بقصري مقابل ركنيه واحده لفائده الفريق الزائر. الصاروخ وراء الكره، الصاروخ ارضيه عند اللاعب النائر، الصاروخ عند زهير، زهير ياسين شهيب عفوا عند النائر، طويله في العمق كيخرج الحارس، كيخرج الحارس كالتقط الكره. نفذ الحارس طويله، مشات الكره عند الفريق الزائر من الجهه اليمنى. حمله وشرطه لفائده فريق عمل بالقصري. الوقت القانوني انتهى، ننتظر الوقت بدل ضائع. ما عرفناش الحكم شحال غادي يضيف ديال الوقت بدل ضائع. هذه جانبيه وشروط، الحكم رفع الرايه ديال الشروط، الشروط لفائده فريق عمل بالقصري. ربما النتيجه الاولى غتمشي بنتيجه، غتعرف النتيجه ديال البياض في انتظار الشوط الثاني وفي انتظار التعليمات اللي غيعطيها السي محمد القرقوري اللاعبين. شرط شرط شرط، الحكم كان قريب من المحاوله وكيعطي الشرط، الشرط لفائده فريق عمل بقصري الحجيوي. حمود اليعقوبي دخل الدفاع كيقطع الكره، باقى الكره عند ما كاينش خطا، وشرط لفائده ايضا لفائده فريق عمل بالقصري. جوج ديال الركنيات عفوا لفائده الفريق الزائر. سمير ايت طالب لعبات طويله مشات لعند الصاروخ اللي كيلعب كره مع عند، وفي هذه الاثناء الحكم يعلن على نهايه الجوله الاولى بنتيجة التعادل صفر لمثله بين الفريقين. غنضطر نقطعوا البث المباشر على أمل نرجع لكم عند انطلاق الجولة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.